Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. الفول السوداني كوب إلا ربع، يعني 3 أرباع الكوب، يكون غير محمص. هذا محمص قليل ولكن انتو جيبوا غير محمص، لو كان غير موجود ما بأثر. بندقه بشكل عشوائي، يعني يكون ناعم قليل ما بين الناعم وما بين الخشن. هيك أصبح جاهز مثل ما انتو شايفين. بيض عدد 2، التوابل فلفل أسود ربع معلقة صغيرة، كمون نص معلقة صغيرة، ملح نص معلقة صغيرة، بيكنج صودا ربع معلقة صغيرة، سمسم 2 معلقة كبيرة، معلقة طعام 2، كزبرة ناشفة ملعقة صغيرة، 1 سن ثوم، قليل من البصل، وقليل من الفلفل، ممكن يكون حار أو بارد، كله اختياري. البيض والفول السوداني أساسي، والباقي كله اختياري الباقي. يعني هذه الوصفة كتير فيها مرونة، يعني ممكن نقلل شوية من هذا، نزود شوية. مثل ما انتو شايفين هيك جاهزة. نعمل الكاتشب الكيتو دايت، ماء 1 كوب، بديل السكر ستيفيا الكمية حسب الرغبة، ممكن نشيله خالص، ممكن نستغنى عنه. معجون الطماطم 1 كوب، الخل معلقة طعام، ملح معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة قرفة، ورشة خفيفة قرنفل، يعني أقل من ربع معلقة صغيرة، رشة خفيفة لأنه قوي القرنفل. هيك بنحركها على نار متوسطة 5 دقائق على حرارة متوسطة. هيك أصبحت جاهزة. الفلفل الحار اختياري، كمية اختيار الكمية حسب الذوق. هيك جاهزة. هيك بنقلي احنا الفلافل، تكون اهم شي الحرارة تكون متوسطة الحرارة، بنحط القالب في الماء وبنقلي وبنقلب، وهيك اصبح جاهز. يعني بياخد تقريبا 3 دقائق 4 دقائق، يعني حسب. هيك أصبح جاهز مثل ما انتو شايفين، من داخل كتير روعة. وهذا الخبز الكيتو دايت، أنا حوضع الرابط تبع الخبز الكيتو دايت في صندوق الوصف تحت، ادخلوا على القناة، كتير في وصفات كتير روعة للكيتو دايت، شوكولاتة وكل شي موجود بالقناة. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.